أول شيء السلام عليكم مسكوت، أظن صحيح كلامك صحيح، مقابلة كانت بصراحة في المستوى ما بين زوج فرق، بصراحة سواء كانت فنية ولا تكتيكية، معناتها حضور جماهيري معناتها جيد. أظن اللي في الشوط الأول كنا بصراحة فريق الوداد حطنا في مشاكل صغيرة خاصة من ناحية الهجومية، ما كناش قادرين نتعدوا للترانزيسيون تاعنا، لكن نجحنا بصفة كبيرة في معناتها نقول احنا في قوة الوداد ووقفناهم خاصة على الظهير الأيمن والظهير الأيسر. جبنا فرص بصراحة، كنا نجم فخر شوط نسجل، الشوط الثاني كان أفضل بصراحة من ناحيتين، بصراحة احنا خرجنا أكثر بهدوء خاصة بعد الهدف، حاولنا برشا معناتها نلعب على رد معناتها بسرعة اللعب، خاصة نعرف اللي فريق المنافس عنده مشاكل في أركان هدف. نظن اللي الماتش بصراحة اللي يتفرج في الماتش نظن معناتها خرج معناتها حاجه باهيه اللي هي معناتها في المستوى هذايا راهو تشوف الكره باهيه مزيانه، وجوز فرق بصراحه عنده معناتها فوليوم باهي، عنده معناتها روح كبيره في الملعب، وهذا اهم حاجه في الكره اللي تعمل اللي نقدمه. الوداد ضمن الفريق من شانه باش نحكي عليه، احنا مازال عندنا شوط ثاني في تونس، عندنا جمهورنا، عندنا معناتها الكيان بتاعنا، ان شاء الله الجمهور يكون حاضر بعد الغفيره، وباذن الله ان شاء الله نعملوا ماتش جيد ديما يا ان شاء الله باذن الله نترشحوا للدور القادم باذن الله. شكرا لك. حيكون صعيب، حيكون صعيب مو سهل، في المستوى هذا ما نحكي لو نصف نهائي في الافريكا ليج ولا السوبر ليج في افريقيا راه ما عادش تحكي على، انا قلت امس في المؤتمر الصحفي مع عمر الصحفي ما عادش تحكي على داخل الارض ولا خارج الارض، فرق معناتها متقاربه برشا. احنا ان شاء الله نعرف كيفاش نحضروا فريقنا خاصه من الناحيه البدنيه، انا ما عندكش وقت تتكلم، المهم الاسترجاع يكون جيد ان شاء الله، في المعارض المؤازره نتاع الجمهور نتاعنا نعرف موش ماتش يكون ماتش سهل صراحه، ما نقولوش انا سهل الماتش، عندنا تاخر الهدف اذا ما نسجلوا وردوا بالنا على ركوب الاهداف، ان شاء الله نحضروا الشيء هذايا ونكونوا حاضرين كما عملنا الماتش اللي فات معنا زلبي، ان شاء الله في الجمهور نتاعنا نكونوا معناتها نقدروا نعملوا ماتش كبير ونترشحوا للنهائي ان شاء الله. شكرا لكم.